أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز من قناة التناصح. طالب أهالي تاجر المجلس الرئاسي المقترح والأجهزة الأمنية التابعة له بتلبية مطالب تاجر متمثلة في إطلاق سراح أبناء المدينة وضمان سلامتهم، كما طالب الأهالي في بيان لهم الجمعة على تسليم الجرحى من الأسرى لذويهم لإتمام إجراءات العلاج، محملين الرئاسي والأجهزة الأمنية مسؤولية أي ضرر يلحق بهم. وشدد أهل تاجر في بيانهم على ضرورة أن يعمل الرئاسي على نزع سبب الفتنة والتوتر بشكل كامل، مؤكدين على عدم تحملهم أي مسؤولية حال عدم الاستجابة لمطالبهم وبشكل عاجل. يبحث المجلس الرئاسي المقترح هذه الفترة مناقشة إجراء تعديل وزاري وتوسعة للحكومة في أقرب وقت ممكن وبدء المشاورات اللازمة بالخصوص بحسب الصفحة الرسمية للحكومة. هذا وقالت مصادر خاصة للتناصح إن التعديل الوزاري سيطال 7 وزراء، من بينهم وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي ووزير المالية أسامة حماد وعضو الرئاسي المقترح فتحي المجبري. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الموقف المصري ثابت تجاه الملف الليبي، وأضاف السيسي في كلمة له على هامش اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن أن أي طرف آخر غير مصر كان يمكن أن يقوم بتدخل عسكري في ليبيا، ولكن مصر تعاملت مع ليبيا بشكل مختلف. هذا ولفت السيسي لأن بلاده تعمل ما بوسعها في مسألة الأمن القومي، مضيفا أن الموضوع هو حجم القدرة والنفوذ في مواجهة أي تحد، كل ذلك وفق زعمه. إلى الخبر الأخير، حيث أنقذت سفينة تابعة للبحرية الإسبانية الخميس 210 مهاجر غير نظامي، بينهم 34 امرأة أبحروا جميعهم من ليبيا. ووفقا لوسائل إعلام إيطالية فإن السفينة قد رست في ميناء باليرمو، حيث تم إنقاذ المهاجرين في 4 عمليات مختلفة جرت في قناة صقلية، مشيرة إلى أن غالبيتهم من جنسيات أفريقية وشرق أسيوية. هذا وذكرت مصادر أمنية إيطالية أن سفينة أكواريس التابعة لجمعية الإنقاذ في البحر المتوسط قد وصلت إلى ميناء كاتانيو على متنها 513 مهاجرا برفقة أفراد من منظمة أطباء بلا حدود. ختاما، إلى اللقاء.